السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله، كم فينا لرازقنا مواهب ليس يحصي شكرها أحد. لك الحمد ربنا بالإسلام والإيمان والقرآن، ولك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بمواسم الخيرات وأفاض علينا من فرص النفحات والبركات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام وأفضل من تهجد لله وقام، صلوات الله عليه وعلى آله الكرام وصحبه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من فضل الله على هذه الأمة ما تعيشه في هذه الأيام المباركة من مواسم الخيرات والبركات ومناسبات الرحمات والنفحات في هذا الشهر العظيم والموسم الكريم، فيه تُفتَّح أبواب الجنَّات
وتغلق أبواب النيران، فيه تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وترفع الدرجات، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فيه ليلة خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها المسلمون، من مقاصد الصيام العظيمة أنه سبب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن المواقف العظيمة أنه شهر الإيمان وتصحيح العقيدة السليمة على منهج الكتاب والسنة، وكما سار على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه موسم تتجلى فيه الوسطية والاعتدال، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفيه تتجلى مقاصد الشريعة من اليسر ورفع الحرج والسماحة والتسامح والعفو والرحمة واللين والرفق. وقد جاء في آيات الصيام وثناياها هذا المقصد العظيم في قوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن منافع الصيام ومقاصده أنه شهر اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم على دينهم الحق وعلى سنة نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكما قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيه تتجلى أخوة الإسلام وآصرة الإيمان، وتتسامى النفوس عن الماديات، وتقبل على رب البريات، وتتبع سنة سيد الكائنات بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن من نعم الله عز وجل أن منَّ علينا بهذه الشريعة الغراء التي حققت المصالح وكملتها ودرأت المفاسد وقللتها، حرصت على حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وجاءت بجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والبعد عن كل النعرات الطائفية والصراعات المذهبية التي تفرق كلمتهم وتشتت شملهم، فكتاب الله يجمعنا وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تدلنا على الحق وتجمعنا على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والمسلمون اليوم في عصر الفتن والاحتراب والمحن والاضطراب يحتاجون حاجة ماسة
إلى مثل هذه المناسبات ليحاسبوا أنفسهم وليراجعوا ذواتهم ومجتمعاتهم لتسير على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد بلي المسلمون اليوم بفئات تدعي الإسلام لكنها شوهت صورته وجمالياته وإشراقاته بأن حملت السلاح على المسلمين وسارت مراكب العنف وسفك الدماء، مراكب العنف وسفك الدماء. وقد جاءت النفوس البشرية في العصمة والحق في هذا الدين القويم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك بلي الإسلام بمن يجهل حقائقه ومقاصده الشرعية، وأنه دين الخير والحق والعدل والرحمة والرفق واللين والتسامح والاعتدال والحوار، فركبوا موجات العنف والاضطراب وخالفوا ما عليه السنة والكتاب وما سار عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. والموفق ومن يريد نجاته فإنه يجعل من هذا الشهر الكريم فرصة للمراجعة والمحاسبة، وأطر النفس على الحق الذي جاء به كتاب الله وسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ومن فضائل هذا الشهر الكريم أنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن العظيم أنزل في هذا الشهر الكريم وفي ليلة القدر، فواجب المسلمين أن يعنوا بكتاب الله تلاوةً وتدبُّرًا وحفظًا وتأمُّلًا ومُراجعة وتخلُّقًا بأخلاقه وعملًا بأحكامه وإيمانًا بمتشابهه وعملًا بمُحكمه، والسير على ما سار عليه إمام الأنبياء وأفضل المرسلين الذي كان يدارس جبريل القرآن العظيم، وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. فالإقبال على الله والإقبال على كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فرصة عظيمة في هذا الشهر الكريم. من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألفٌ حرفٌ ولامٌ حرفٌ وميمٌ حرف. هكذا صح الحديث والخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام. سادساً يا عباد الله، أن شهركم هذا شهر الجود وشهر البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سابعاً، إن هذا الشهر شهر التربية، التربية للنفوس والتربية للأبدان والتربية للقلوب والأرواح والأسر والأبناء. فالله الله في تربية أبنائنا وبناتنا وفتياتنا على ضوء شرع ربنا، فيلتزم الشباب دين ربهم في بعدٍ عن الشهوات والشبهات، وفي التزامٍ بما عليه علماء الأمة. وعلى المرأة المسلمة أن تتأدَّب بآداب الإسلام والصيام من الحياء والحجاب والعفاف والاحتشام، فالصيام مدرسة، الصيام محطَّةٌ لتعبئة القوى الروحية في الإنسان فيُقبل على ربه. كيف لا يفرح في هذا الشهر الكريم المؤمنون؟ كيف لا يفرح المذنبون؟ كيف لا يفرحون وأبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة والشياطين فيه مصفدة؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ عباد الله، ومن فضائل هذا الشهر الكريم أنه يحض على كل خير وينهى عن كل شر،
ويحفظ وقت المسلم فيما يقربه إلى ربه. فالصيام شهر الإقبال على الله، ليس شهرًا للأفلام الهابطة، ولا للإعلام الماجن، ولا للمسلسلات التي تخل بقيم الأمة ومبادئها ومنهجها الصحيح، وإنما هو منهج إعلامي متميز في هذا الشهر الكريم، يبث القرآن والتسابيح والصلوات والتراويح وما عليه المسلمون من عمارة بيوت الله عز وجل بذكره وطاعته وتلاوة كتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاتقوا الله عباد الله، وأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر الكريم. فالمؤمن الحق هو من يكون مفتاحا للخير، نافعا لدينه، نافعا لوطنه ولأمته ومجتمعه، يسعى بالخير والأمن والاستقرار والرخاء والتعايش والسلم والأمن والاستقرار، مغلاقًا لكل شرٍ يجر على الأمة الويلات والصراعات والفتن والأزمات. فنكون جميعًا على قلب رجلٍ واحد، رعاتنا ورعيتنا، علماؤنا وشبابنا ونساؤنا، الجميع متحاب متآخ متعاون، سائر على طريق الحق والبر والهدى. بذلك تتحقق الأمنيات وتصلح المجتمعات، ويوفقنا رب الأرض والسماوات، ويتقبل منا رب البريات بمنه وكرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن شهركم هذا قد مضت عشره الأول، تثلث الشهر والهفاه وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. فتوبوا إلى الله عز وجل مما قصرتم فيه من العشر الأول، واستقبلوا العشر الأواسط من رمضان والعشر الأواخر من رمضان بالهمة العالية والجد والاجتهاد، واعلموا أن هذا الشهر الكريم شهر الانتصارات، وقعت فيه غزوة بدر الكبرى، وفتحت فيه مكة المكرمة، ووقعت فيه مواقع الإسلام الفاصلة في حطين وعين جالوت، جهاداً في سبيل الله وإعلاءً لكلمة الله. والمسلمون اليوم
مع كثرة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضدهم، عليهم أن يستعدوا وأن يعدوا العدة بالإيمان أولاً بالله جل وعلا، والثقة به سبحانه، والتوكل عليه، والاعتصام بالكتاب والسنة، ونبذ الفرقة والاختلاف. الرب واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد، والقبلة واحدة، فلماذا الاختلاف؟ يجب علينا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي أمضى العدة وأقوى السلاح في مواجهة الأعداء المتربصين الذين استثمروا اليوم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ببث الشائعات المغرضة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فينبغي على كل مسلم النأي بنفسه عن مواطن الصراعات والتشويش والبلبلة والإثارات الحزبية والعصبية والطائفية والمذهبية، وأن يجتمع مع إخوانه المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليحرِّر عقله من الشبهات المضلة التي تريد أن توقع الاضطراب والفوضى في المجتمعات، وتزعزع الأمن، وتفرق الكلمة. فالله الله في الاجتماع على ولاة أمرنا وعلى علمائنا وعلى الاجتماع في ديارنا الآمنة المطمئنة، وإن نعمة الأمن من أعظم النعم التي يجب أن نحافظ عليها، وذلك بالتلاحم والتراحم والتآخي والبعد عن كل المنغصات والمزالق والقواصم التي تريد أن تبث الفتنة وأن تزرع الإثارة والبلبلة في مجتمعات المسلمين، إما بالغلو والتكفير والتفجير والتدمير والإرهاب، أو بالنيل من ثوابت الإسلام وأصوله ومحكمات الشريعة ومسلماتها، والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه القرون المفضلة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أفضل ما يعمل في هذا الشهر الكريم الدعاء، الدعاء، الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جاءت هذه في آيات الصيام. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وارفعوا أكف الضراعة في هذه الأيام المباركة والليالي الغر الفاضلة، لعلكم تحظون بالأجر والجنان والرضوان والعتق من النيران. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تدر ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأمد انقضاء. فادعوا لأنفسكم ولأبنائكم ولولاة أمركم ولعلمائكم ولأمتكم الإسلامية ولمقدسات المسلمين وللأمن والاطمئنان، ولإخوانكم المضطهدين في كل مكان في فلسطين وحول الأرض المباركة وأكناف المسجد الأقصى وفي بلاد الشام وفي العراق وفي أراكان وفي اليمن، وحافظوا على خليجنا المعطاء، حافظوا على هذه اللحمة الدينية والوحدة الوطنية، فإن أعداء هذه البلاد يريدون أن يبثوا الفتنة والبلبلة والإثارة والفرقة والانفصام بين الرعاة والرعية في مد مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونشر للطائفية المقيتة والإرهاب العفن. فعلينا أن نحذر كل الحذر
من هذه التحديات بالإقبال على الله والدعاء أن يحفظ الله علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا، إنه جواد كريم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وخلفائه الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الطاهرات أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، وأيد بالحق أئمتنا وحكامنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في هذا الشهر الكريم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، ووفق رجال أمننا إلى ما فيه الخير والاستقرار والسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم بنصرك المؤزر يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. اللهم وفقنا اللهم وفقنا والمسلمين إلى اغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. تقبل دعاءنا ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.